أهلا بكم مشاهدينا الكرام عبر شاشة تلفزيون لبنان وبرنامج لبنان اليوم. في لبنان اليوم تقدم في دينامية الاستحقاق الرئاسي ومزيد من الأسئلة المطروحة حيال جلسة 8 شباط للانتخاب الرئاسي، تقدم في الاتصالات واللقاءات السياسية ذات الصلة ومزيد من الأسئلة المطروحة حيال احتمال الوصول إلى 8 شباط بمرشحين عون فرنجية أم العماد عون منفردا، تقدم نحو إعادة فتح مسارات العلاقات بين الرياض وطهران بوساطة باكستانية ثم وساطة صينية، ومزيد من الأسئلة حيال إمكان تبلور أجواء إقليمية ملائمة للانتخاب الرئاسي قبل 8 شباط أو بعد 8 شباط مع زهر الربيع. الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند رأى وجوب إنهاء الفراغ الرئاسي داعيا إيران والسعودية إلى المساهمة في الحل. هذا الحصر الفرنسي كان قد لمسه عدد من المسؤولين اللبنانيين ضمنهم الرئيس ميشيل سليمان لدى زيارته باريس وكذلك عندما زار الرياض. البطريرك الراعي غادر إلى الفاتيكان ونفى ما يحكى عن لقاء مع الرئيس الحريري في روما أو مع رئيس النائب سليمان الفرنجي في روما، ووصف لقاء جعجع عون بالمبادرة الجيدة، وشدد من مطار رفيق الحريري الدولي على الآتي: لا يمكن أن يكون في لبنان رئيس تحدي بل رئيس حكيم. كذلك على الكتل السياسية أن تتحمل مسؤولياتها وأن تأتي برئيس مقبول إقليميا ودوليا. معنا مباشرة رئيس لجنة التجارة في غرفة بيروت وجبل لبنان الأستاذ جاك حكيم. جاك الحكيم أهلا وسهلا فيك. الله يعطيك العافية وأهلا وسهلا فيك. يعني أولا بصفتك كفعالية اقتصادية بكسروان وكمرشح يعني من المرشحين السابقين بالانتخابات النيابية، ما رأيك بوقع ما حصل في معراب على الأقل على منطقة كسروان وجبال اللي هي إحدى الركائز إذا فينا نقول بالحسابات الرئاسية؟ يعني إذا بدنا نضيقها لكسروان وجبال، الحسابات الرئاسية منا هي حسابات نيابية أكثر ما هي حسابات رئاسية. يعني إحنا أولا كمسيحيين على كافة الأصعدة، يعني مثل ما بيقول المثل الفرنساوي ميوفو طار كجامي، يعني منيح اللي حصلت أحسن ما أنه ما تحصل بالخابط، حتى ما نعمل ندامين مثل غيرنا ومثل كل الناس اللي الله يرحم الشهداء وهلوم جرى، ولكن حصلت وهيدا الشيء كتير منيح للمجتمع المسيحي واللبناني عامة وشغلة كتير مفيدة، وإن شاء الله تكون نتيجة جيدة مش تكون نتيجة عكس ما الناس بتتمنى، لأنه بعد جيل من الصراع 30 سنة على الأقل في ناس بتقول ليش هلأ وليش مش بعدين. طب هلأ منيح اللي حصل أحسن ما أنه ما يحصل بالخالص حتى ما نعيد كلامنا، ولكن الأمور كانت كتير مكلفة على المجتمع المسيحي واللبناني عامة، كلفت كتير للأسف، ما كان لازم تكلف أكتر، يعني وقفوا هون لأنه لو عملوها من قبل كانت أحسن بكتير، ولو قبل أحسن بكتير، ولكن هلأ وصلنا لهون وبعتقد إن شاء الله تكون صادقة، والأرجح أنه صادقة لأنه انعملت بشكل مدروس وجيد، ونحن منبارك هيك عملية بالنسبة للأمور الداخلية المسيحية واللبنانية لأنه المجتمع ارتاح بهذا الموضوع، وإن شاء الله ما يكون تودي لاستعمال الزند، لأن إحنا بس نتجمع عندنا مشكلة بنصير نفكر بالزند. بس هلا لا في سلاح ولا في شيء. ولكن السلاح وين بيتأمن، ولكن إحنا على طول لازم نفكر بعقلنا ونشوف وين مصلحتنا بطريقة سليمة وهادية. طب من الناحية الوطنية أستاذ جاك، كانوا دائما يقال إنه يا عمي إنه يعني مع الناحية الوطنية ما عم نحكي من ناحية الطائفية، إنه على يد المسيحيين بيتعمر لبنان وعلى يدهم بيتدمر وكذا. طيب ليش اليوم وقت اللي التقوا قوتان يعني لا بأس وازنتان، منلاحظ انه في نأزة او توجس عند افريقاء اخرين حتى عن بعض الموضوع؟ ليك هو اذا بدك تحكي الحقيقة السيناريو صح ولكن الاخراج غلط. اللعبة للأسف اصبحت كل مبادرة عم بيجيها مبادرة تانية معاكسة لانه ما في اخراج صحيح. أنا بقدر أقول لك إنه لو الرئيس الحريري والوزير الفرنجية كان في إلا إخراج غير اللي انعمل، لأنه إذا بشكل بطيء أكتر يعني مش ضروري بطيء، لأنه اليوم إذا بنتذكر قبل ما حصل الاجتماع بين الرئيس الحريري ووزير الفرنجية، المكتبين تبع دولة الرئيس الحريري وتبع سليمان الفرنجية نفوا إنه رح يحصل اجتماع أو في اجتماع، كان بعد 24 ساعة حاصل الاجتماع، كان الوزير الفرنجية بالطيارة رايح بالتساوي، وبزيت الوقت طلعوا المكتبين ونفوا انه ما في اجتماع ولا حاصل ولا في مواعيد. هيدا كله تبين انه في طبخات على نار هادية ومخفية. هيدا شيء صار له ردة فعل، ومبارح دكتور جعجع قال انه ما في شك انه انا تأثرت بترشيح سليمان فرنجية على رئيس الجمهورية.
ولكن اليوم إذا بدنا نشوف المشهد لانتخابات رئيس الجمهورية نفوت على سلب الموضوع دغري، لأنه نحن لأنه هو عم بيقول أنه من حزيران وما قبل حزيران كان عم بيصير في شيء تعاون، يعني ورقة سؤال مش للرئاسة، كان في ورقة عم تتحضر لحسن النيات، هذه ورقة كانت عم تتحضر، ولكن إجا الظرف أنه حليفه للدكتور جعجع ب 14 أدار رشح الوزير رئيس تيار المرضى الوزير سامي بكرنجي. اليوم شو اللي تغير من وقت ما الرئيس الحريري رشح الجنرال عون وكان رافض الدكتور جعجع؟ اول ما بلشت لانه الجنرال عون كان على تواصل مع الرئيس الحريري، والرئيس الحريري قال له شوف الفرقاء المسيحيين اللي نحن حلفاء نحن وياهم، كان الدكتور جعجع رافض. طيب اليوم شو تغير؟ تغير هو انه صار في تبلور اجواء محليه واقليميه، من شهرين صار يقولوا انه خليه يكون من 8 اذار الرئيس، من 8 اذار. انا بشوف انه لا، ما في شيء تغير، الوضع بسوريا ما زال ناس بتربح ناس بتخسر، معركه بتطلع معركه معارك ماشيه، والارباح متساويه، بعض الوضع مثل ما هو. بالنسبه والوضع الاقليمي انا برايي تازم اكثر من سنتين. اليوم في مصالح داخليه انه استوت الطبخه، لازم نعمل لنكسب الشارع المسيحي، وهيك صار وصح والناس قبلاني وراضية، هيدي حسابات داخلية، ولكن حسابات إقليمية ودولية عكس ذلك 100%. يعني اليوم بقدر أقول لك إنه السعودية، المملكة العربية السعودية منا راضية أبدا قطعيا إنه يكون الدكتور جعجع يلي هو صديقة ويلي هو على تواصل دائم معه، وهذا شيء بين باستقبال الملك للدكتور جعجع منفردا. هيدي شغلة كتير كبيرة. وبالمقابل اليوم إيران ما بعتقد كسبها الدكتور جعجع، يمكن ما بهمه، بهمه يكسب الشارع الداخلي المسيحي وكسبه، هذا المظبوط. ولكن هيدي انتفاضات، إذا بدنا نسميها على انتفاضات القديم، هيدي انتفاضات على دول هي فاعلة بلبنان ومؤثرة. يعني أنا بقدر أقول لك المشهد كتير تعسر أكثر من قبل بالنسبة لانتخابات رئيس الجمهورية. بس بالسياسي ما في عواطف استجاك اليوم، اذا جهات اقليميه اذا بتاثر على لبنان، ليش ما لبنان كمان يمكن يكون مؤثر بالجهات الاقليميه؟ يعني مثلا حزب الله اثبت وجوده وان بالدعم الايراني، ولكن اثبت وجوده باللعبه الاقليميه. اليوم ليش ما بنروح نحن بنسال، نطرح سؤال انه الدكتور جعجع بهالتبدل الاقليمي اللي صاير والتطور، يعني واشنطن بتحكي مع طهران بشكل لين، بيعملوا اتفاقات وكذا، انه ليش اليوم ما بننظر له؟ ما بنعرف شو الجواب، بس ولكن ليه ما بننظر انه كمان الدكتور جعجع ممكن يكون عم يشتغل، انه كمان بما انه اقليميا عم بصير في تلاقي اقليمي دولي، ليش هو كمان ما بيكون؟ انا رح اقول لك انه اليوم الدكتور جعجع من 3 ايام رشح الجنرال عون على رئيسة الجمهورية وبشكل جدي وصادق. طيب حزب الله يلي هو والسيد حسن نصر الله يلي كان من الأساسيات عنده وصول الجنرال عون لرئيس الجمهورية، لغاية اليوم بعد ما سمعنا بيان واضح لحتى كل الفرقاء الباقيين يكونوا مرتاحين ويجاوبوا، لأنه ما حدا عم بيجاوب. ليش بدنا نحرق الأيام والمراحل؟ مش بالعكس، اليوم أنت اللي بيجي بيقولوا أنه جنرال عون هو مرشح الفريق اللي كان خصم. انت اليوم كحليف الشق الطبيعي، اذا مثل ما عم بتفصل حضرتك وتقول انه اللعبه الاقليميه سهله، كان لازم بزيت الليله يطلع البيان من حزب الله نحن مؤيدين للموضوع وبركي نعمل انتخابات قبل 8 شباط. لغيت اليوم بعد ما في قرار واضح عند حزب الله بالنسبه للموضوع. ايه بس استجاك الناس استغربت او مش استغربت، انه هيك حست بشيء، انه وقت الدكتور جعجع تبنى او اي ترشيح لعماد عون، بدك انه بين ليله وضحاها، يعني طبعا في تفاهم بين عماد عون وحزب الله، الناس ما في ورقه بين الجنرال والحكيم، ولكن انه هيك حزب الله يعني بذات الليله بتاني. اول شيء حزب الله على علم انه الدكتور جعجع رح يرشح الجنرال عون من وقت قديم يعني، وكان ناطر، ولكن لغيت اليوم ما في قرار من حزب الله بتأييد الجنرال عون من بعد ما رشحوا الدكتور جعجع. ونحن ناطرين، يعني حتى كل الناس تكون هلأ ناطرة، يعني برأيك في كرة بملعب حزب الله اليوم؟ ما في شك الكرة
كاملة بملعب حزب الله، لأنه بتشوف يعني المير طلال أرسلان كل الفرقاء عم بالكلام عم بيسيروا الفريقين، يعني إذا ما نقول أو المرشحين مع السليمين فرنجية. حتى اليوم هلأ من نص ساعة اللقاء الديمقراطي يلي كان الوزير جنبلاط كمان عمل شيء رسمي بتبين كمان داخل فيها يعني شو المقصود منها، يعني مثل ما تفسرت انه هو ماشي بعكس السير، يعني انه خصونا نزل نزول، يعني اللعبة انتخاب رئيس جمهورية مش بالسهولة اللي نحنا متصورين انه عندما الدكتور جعجع بأيد جنرال راح ينتخب. هو لانه مش بالسهولة يمكن مشان هيك المواقف بعد ما تبلورت. اكل حال برأيك رح نوصل لثمان شباط بمرشحين او حتى الجنرال عون؟ الجنرال عون شخصيا ما بيتصور انه ثمان شباط رح يكون المرحلة اللي رح يكون فيها انتخاب، لانه لقلك كمان لعبة النصاب رح تكون موجودة، والجنرال عون منه مستعد ينزل حتى إلا يكون يدخل رئيس، الا ما يكون رئيس ما نستعدين يحضروا الجلسة، لو مستعدين لازم تصير وهيدا الأصول يصير، وهيدا الرئيس رئيس ليمين اللي بيقولوا اللي هي الصحيح في لقاء الجمهورية شو بيقولوا؟ بيقولوا انه اللعبة الديمقراطية مش بالمقاطعة، هذا الرئيس ليمين بيقوله ونحن مقتنعين بهالكلام، انه اليوم انت ما فيك تقول انا عم بلعب لعبة ديمقراطية وتقاطع، انت بلعب لعبة ديمقراطية بتنزل على صندوق الاقتراع. وقت سليمين فرنجية الله يرحمهم ودياس سركيس هاي المرة الوحيدة اللي نعرفها، بس انه تنامتهم ما كانوا عارفين مين بده يطلع، هاي المرة الوحيدة بتاريخ لبنان ونزلوا وهيك صار، وكان شغل كتير ديمقراطية وقتها لانه الرئيس شامو ما بيأمن الأكترية والرئيس بيرج بس انه نزلوا يا خي، لانه كان ما بيصير ينزلوا يا خي. اليوم نحن عم نقول الوزير سليمين فرنجية ودولة الرئيس ميشيل عون ياخد قرار الجنرال عون وينزل، ان طلع رح يبارك له الوزير فرنجية وهيدا هو مقايلة وكل الناس رح تبارك له، وان طلع الوزير فرنجية لازم يبارك له، ما فينا نضل نحن حاطين الفراغ لمصلحتنا في فرضية بتقول بعدين لحلك ما فينا نحن اليوم كالجنرال عون يتواصل مع طيار المستقبل ليأيدوا برئيسة الجمهورية، واذا ما أيدوا ما بيمشي الامور هويهم، بلش مع رئيس سعد الحريري، نقلنا بإيادة الجيش عندما عدم وصول العميد شامل روكوز لقيادة الجيش كمان كانت مفصلية بالتواصل، يعني وهلأ مع القوات يعني ما فينا ننكر انه العماد عون سهل التمديد مرتين لقائد الجيش، هذا يعني موضوع، هذا موضوع غير مكان ترابط ايه بس الجن لا هو بس ما كان بيقصد يسهل، هو كان بيقصد يوصل العميد شامل روكوز يلي هو من الضروري كان يعمل قائد جيش لمصلحة الوطن عامة، ولكن الترشيح السياسي تبع الجنرال عون ما خلى العميد شامل روكوز يوصل قائد جيش. بالمقابل اليوم عندك التواصل مع القوات اللبنانية يلي نحن بس نزعل على الأيام الماضية، ما بدنا نحكي فيها، ما بدنا نندوب، بس انه لو صارت من قبل كمان كان أحسن. برأيك موقف حزب الكتائب كحزب وموقف اللقاء التشاوري كيف برأيك بيكون حيال ما حصل من تطورات؟ أول شيء نحن يعني اللقاء التشاوري اللي بيجمع الوزراء للفريقين كل شيء لمصلحة المواطن وتسيير الأمور بعدم تغييب رئيس الجمهورية عم بيتفق عليه لحتى نقدر الأمور تتسيسر بالبلد بالحد الأدنى. حزب الكتائب بالنسبة لانتخاب رئيس الجمهورية بعتقد أنه هو اليوم عم بيعمل حسابات إقليمية وداخلية، يعني كمان اليوم طبعا ما أنا مشروع خير سياسي يعني. السياسي يعني اليوم بكرة جينا انتخابات نيابية مثل هلأ الأرجح بانتخابات الرابطة المارونية في اتفاق من طيار الوطن الحر والقوات اللبنانية على تأليف لائحة مشتركة ويخوضوا فيها انتخابات الرابطة المارونية، يعني بعدها ما عم تزبط الانتخابات يعني إيه بس انه هلأ رح يبلشوا يفرجوا الصورة للمجتمع اللبناني أول تجربة بانتخابات الرابطة المارونية بأداء، هذا نحن كمان بدنا نواجهه بالديمقراطية لنشوف لوقتها لكل حادث حديث، يعني نحن كمان بنقدر ما نتمثل بالرابطة المارونية يعني هيدي حزب الكتائب عم بيعمل حسابات، والأرجح منا معلومات انه الشيخ سامي جميل حكي مع الوزير الفرنجية اول ما زاره من شهر ونص وقبل ما اعلن ترشيحه هو وزار الرئيس الحريري، في كلام بين بعضهم، واليوم بقدر اقول لك المتضررين من الاتفاق العوني القواتي كتار رح يتجمعوا لحتى يواجهوا هذا التحالف بالسياسة وبالديمقراطية، وهذا الشيء شرعي يعني حزب الكتائب عنده مرشح طبيعي وبديهي هو الرئيس المبين، والمرشح الطبيعي ما بتعرف اي لحظة رح يجي وقته ينفض ما بتيجي ما بتعرف اي لحظة رح يجي وقته، مثل اللعيبة على البانش بالباسكتبول
يمكن بلحظة حدا بيروح إجره أو بيتفركش بيكون هو يعني نجم الفريق. برأيك ما في فرضيات مفاجأة أنه ينزل مرشح على مرشح مثلا منفرد على مجلس النواب ويصير مثلا نتيجته مثل ما الدكتور جعجع مثلا أخذ 49 صوت أو شيء يعني بده ينزل رئيس هذا؟ حتى اليوم كنا مستنظرين يا بيكملوا بترشيح النائب الأستاذ هنري حلو أو بيسحبوا لقاء الديمقراطي بقي كل شيء مثل ما هو. واليوم حتى ما في تصريح ولا في معلومات من سربت من قلب بعد ما تبلور. ولكن بقدر أقول لك كمان نحن بنقرا وبنطلع وبنتابع، الأرجح أنه اللقاء الديمقراطي هو مؤيد للوزير سليمان فرنجي. امبارح الدكتور جعجع بيقول يعني عفوا على الأقل القوات اللبنانية وتيار الوطن الحر، طبعا هو ما عم بيجيب سيرة غير ناس، هن في نقطة تفاهم أخرى هي على بناء دولة، وحكي عن بوينتاج معين انه اذا هو اخذ 49 صوت باول جلسة كانت لمجلس النواب، اذا في 57 ورقة بيضة، قالها 57 ورقة بيضة كانت يعني هي تعني انه الناس اللي حطوا ورقة بيضة بدهم العماد ميشيل عون، اذا 57 و8 من كتلة القوات هيدي 65 ما عدا يمكن يكون في احد المستقلين او يا استاذ جلال شو رايك بالبوينتاج الداخلي؟ الورق الشد اثنين انخلط لعبه تخلطت وتغيرت وتقلبت وانقلب السحر على الساحر. يعني اليوم نحن اذا بدك نحن كمسيحيين لازم نذكر الرئيس الحريري لانه رشح سليمان باك فرنجي اي الترشيح لحتى صارت المصالحه بهالسرعه. نعم يعني كتر خير الله، يعني كتر خير الله، يعني ما نحن القصه انه يعني صار هيك بس نحن نؤمن بالعجائب، يعني كمان عجائب القديسين نحن بدنا عجيب بمرمطانوس الكبير إيه. بس نحن بدنا عجيبه لينتخبوا رئيس جمهوريه، هيدي اهم نعم. شغله لانه لقلك يعني كل الناس متفقه انه البلد هلهل، البلد ما بدنا نرجع. برايك داخليا كتله التنميه والتحرير عند الاستحقاق المفصلي هل تخرج عن الاطار اللي بيجمع مع حزب الله؟ واذا حزب الله بده يعمل لك اليوم لقلك شغلي حركه امل وحزب الله استراتيجيا متفقين واقليميا يعني اليوم اتفاق كتير كبير ضمن الطائفه الشيعيه، وهذا شيء مبين وشيء مبارك وشيء ناجح وشيء عطى مفعول جدا لمصلحه الطائفه ولبنان. اليوم بقدر اقول لك كله ناطر حزب الله، ولكن اذا بتجي ضمنا متابعه الرئيس بري يمكن بفضل شخص على شخص، ولكن الرئيس بري مع انتخاب رئيس جمهورية بأسرع وقت ويمكن هو بفضل، يعني أنا ما عندي معلومات بس بعتقد أنه بفضل سليمان فرنجية على ميشيل عون بفضل شيء وبينتخب شيء صح. بقول لك اليوم الحزب هو القرار لإله، ومن ثم كل الأمور بترجع بتتصفى وبتصير. طيب اليوم شفنا موقف أو سمعنا موقف للرئيس أولاند بيقول يعني ما عد يعني من الطبيعي عدم حصول رئيس انتخاب رئاسي بلبنان، على السعودية وإيران أن تساهما في الحل. شو رأيك بهالك؟ بيّن أنه الرئيس هولاند مشكور كثير بيستعجل لينتخبوا رئيس جمهورية بلبنان، وهذا نحن شيء من قدره، ومثل وقت التلفن للوزير الفرنجية وأنه وعد أنه هو مستعجل ومعه حق، يعني عم بيتفشنا أنه روحوا انتخبوا. هذا يعني دولة صديقة للبنان تاريخيا، وهذا موقف لمصلحة لبنان ولا يحسوا ودوليا صحيح. يعني أي لحظة اليوم إن شاء الله باكستان تقدر تعمل هل تقرب وجهات النظر، لأنه الأمور كتير وصلت لنقطة لا رجوع عنها، وبس كله وارد أنه يصير في مصالحة إيرانية سعودية. يعني أكيد المرشد الخامنئي إيه بيقول رح تترجم يعني أداء أو قال أنه هذا الهجوم غير والسبب سيء على هذا سيء الهجوم على السفارة السعودية والقنصلية. هلأ إن شاء الله يقدروا يكونوا يتقاربوا ويصير في اجتماعات ويصير في تقارب، هذا شيء لمصلحة لبنان أكيد، لأنه للأسف نحن كل فئة أو كل طائفة معلقة مع دولة إقليمية تنتمي إلى أكثر ما هي معلقة وطنيا عكيفة أصيب. بس استجاك يعني بفترات كتيرة بعز الحرب اللبنانية كان في أفريقا هذا معلق هون هذا معلق هون، ولكن كان ينتخب رئيس للجمهورية. انت قلت بعز الحرب اللبنانية مش بالحرب، وقت بنكون بالحرب مسموحة. اليوم بالسلم بدي أسألك سؤال، اليوم بالسلم إذا إجت إيران بتعطينا تقدم لنا كهرباء، بيقوم فريق من اللبنانيين بيرفض انه ايران تعطينا كهرباء. اليوم بالحرب اذا اجت دوله بدها تسلح فريق من اللبنانيين، ما حدا بيسال حدا وبيتسلح. الحرب شيء والتحالفات بايام الحرب شيء والتحالفات بايام السلم، ولكن رئيس جمهوريه هو راس انتظام الدوله. ايه بس نحن بلبنان بديل ما نجير
طوائفنا ومذاهبنا لمصلحة وطننا عم تتجير لقلنا لنحارب الفريق الآخر بالوطن. للأسف هذا وضعنا، حتى ما نكون عم نتخبى وراء إصبعنا، للأسف نحن هذا وضعنا، منه هو العكس يلي لمصلحة لبنان. بعد ما شفت حدا جيب إفادة من مذهبية أو طائفية على لبنان، يمكن في الوديعة السعودية وهلما جرى يلي هي هيدي مصلحة وطنية عامة مهدية بالحد الأدنى الاقتصاد الوطني يلي محطوطة والدعم السعودي. اليوم إذا إجت إيران بقى تدعم، الفريق الآخر عم يرفض. اليوم إجا دعم من السعودية للجيش، مشكور. إذا إجت إيران بدأت تدعم، عم يرفضوها الفريق الآخر. طيب بس استجاك اليوم، طالما إذا هيدي الصورة هي أقرب إلى الواقع، ما بتلاقي أنه من مصلحة اللبنانيين يعملوا مؤتمر حوار، مؤتمر غير طاولة الحوار طبعا، مؤتمر كبير ويكون بمجلس النواب أو بأي مطرح اللي كان، ويرجعوا يتفقوا على إشي ما زال هالقد الأمور يعني متشعب وشائك. ليك هو من النقاط العشرة اللي حكي عنها الدكتور جعجع، حكي عن القرارات بالحوار الوطني، يعني نعم. منهم إعلان بعبدالله، منهم 17 مادة. هلأ الدكتور جعجع راح بالعموم، ما فيت بالتفاصيل، ومعه حق، لأنه إذا بفوت بالتفاصيل بده يحكي عن سلاح حزب الله، بده يحكي عن تدخل حزب الله بسوريا. نرجع لإعلان عبدة ومعه، هو كمان بوجود هيدا الجو حكي بالعموم، ولكن حكي عن الحوار اللي حصل على طاولة الحوار على بقصر بعبدة، خصوصا بوجود الرئيس سليمان، وهيدا بيقصد فيه بالمعنى الحقيقي هو إعلان بعبدة اللي هو هيدا دستور جديد للبنان ضمن الدستور القائم، أو يصلح لبيان رؤية رئاسية أكيد هي وكلهم وافقوا عليها. هلأ اللي ما بيناسبه بيناسبه، هذا موضوع تاني، بس ولكن كان في وفاق عمل. طيب بالنسبة بين المرشح رئيس تيار المردة والمرشح رئيس تيار الوطني الحر، هل موضوع اتفاق الطائف هو نقطة من نقاط الارتكاز، أم قانون الانتخاب النيابي، أم اثنين سوا؟ اول شيء اتفاق الطائف كل متفقين عليه انه بده رتوش، بس ممنوع حدا يدق فيه، لانه اتفاق جمع اللبنانيين بالحد الادنى، بس بده بعض الرتوش يعني حتى نكون عم نسهل الامور. هيدي يتفق عليها وبعتقد ما حدا رافضها لبعض التفاصيل يلي هي نحن عم نشتغل عليها، صغيرات بالصلاحيات بلقاء الجمهوريه هيدا. نعم. الرئيس سليمان لانه مارس عرف شو الثغرات يلي عم يشتغل عليها وطنيا، يعني مثل ما قال بخطاب وقت اللي كنا بالاحتفال لقاء الجمهورية انه انا اقسمت على اليمين، اقسمت اليمين مش لحتى اوقف انه ما عود كمل. هيدا لمصلحة لبنان، يجب انه يكون من ضمن يلي قاله انه يكون في رتوش ل هلأ هو على قاعدة، هو عم بيقول على قاعدة توازن السلطات وليس أكيد. تناتج الصلاحيات اكيد 100%. هذا عم يشغل عليك يعني جملة جملة، باراجراف باراجراف عم يشغل عليك. بس استطرادا هون قبل ما نكمل موضوع الانتخاب أو الطائف، شفنا يعني من بعد لقاء الجمهورية صار في يعني مثل حملات أو استهدافات للرئيس سليمان. هذا لقلك شغلي، أول شيء السياسيين في لبنان يمكن صاروا معودين انه رئيس الجمهورية بيطلع من القصر بيقعد ببيته وما يتعاطى بالسياسي، او بده يكون هو رئيس عمل حرب وقعد اللبنانيين بالملاجئ وقفهم على الفرن بالصف وبالعطرمبة البنزين مشان يعمل زعيم. كل الناس وقفوا على بس انه يعني الرئيس الجمهورية. نعم. اللي بيكون بعهده بيعمل هدوء وبيقدر يعمل تواصل مع كل الفرقاء بلبنان، حد من الاستقرار، الحد من الاستقرار. تعرف اليوم الشعب بده يمكن ما بعرف، بس لا الرئيس سليمان اليوم عم بيكون هو موجود لتصحيح الخلل، وبذات الوقت لحتى نكون عندنا نحن مشروع سياسي وطني عكس كل التيارات اللي ماشي والاحزاب. نحن بقدر اقول لك بلقاء الجمهورية نحن موجود معنا من شخصيات من كافة الطوائف، كل الطوائف بلبنان موجودة وبتشارك وبتعطي رأيها، وعم نشتغل سوا وعم نقدر نكون وطنيين أكثر ما أنا كنت مستنظر إنه نحن بعد في ناس هيك. هل يترجم ذلك مثلا بانتخابات نيابية أو كله وارد؟ نحن لقلك ونحن إلى الرئيس سليمان إنه نحن إذا شخص بده يترشح من اللقاء نحن داعمينه بثوابتنا وبالقرارات اللي نحن عنا إياها الموجودة. طب لماذا يؤخذ عليه أنه يقال أنه حتى يمكن بيتوغل بغاله بالهذا، يقول أنه رئيس سليمان
يعتقد أنه ما زال رئيسا للجمهورية ويمارس. هلأ هو مش هو بيعتقد، هو علاقاته الدولية الجيدة والصادقة عم تخليه يكون بهذا التعاطي. هذا شيء بيزعج الفرقاء اللي ما قدروا عملوا هيك. نعم. يعني حتى الإشاعات اللي طلعت يلي هي ما قلها طعمة وما قلها نكهة، لأنه غير ناس إشاعاتهم أكبر بكتير. ولكن رئيس سليمان اليوم إذا بيطلب موعد من الملك السعودي الملك سلمان بياخد موعد، من الرئيس هولاند بياخد، لأنه رئيس سليمان تعاطى بشكل كرئيس جمهورية باحترام مع كافة الدول لمصلحة لبنان، وكان فل على الترم، لا حدا رافض التمديد ولا حدا قابل التمديد، هلأ كله بأول. نعم. بس هو الرئيس سليمان كان قراره من أول نهار إنه ما بده يمدد، والحمد لله ومنيح اللي ما مدد، مع انه نحن اللي نحن قراب منه كنا نضل نقول له لا لازم تمدد ولازم وبركه، كان هذا شيء قاطع. وانا هي عم بقولها على التلفزيون لانه نحن كان بدنا اياه يمدد لنحن نقدر انه بركه بنقدر نعطي اكثر للبلد. كان قاطع بهذا الموضوع انه انا بطبق الدستور، انا بفل ظهر مش مثل غيري بفل بالليل، ترمي الظهر انا بفل من القصر الجمهوري وهيك صار. استاذ جاك لحكايم رح نكمل من هذا الموضوع، ولكن من ناحيه موضوع مشروع اي مشروع انتخابي او مشروع الانتخاب النيابي، شو تاثيره حتى على الرئاسه الحاليه؟ مشاهدينا الكرام عودوا معنا بعد هذا الفصل. من جديد أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا الكرام. أستاذ جاك الحكاية مرحب فيك مرة تانية. هل يمكن لتصور مشروع قانون الانتخابات أنه يكون عنصر مرجح داخليا لكفة الرئاسة بلبنان؟ عم نحكي عن مستوى الداخل. أول شيء لو اتفقوا القوات والعونيين على قانون الانتخاب كان أعلن ضمن الثوابت العشرة. نعم. الدكتور جعجع وقت كان الجنرال عون بمعرب، الأرجح أنه في حكي بالموضوع بس بعد ما في اتفاق، وحتى اللجنة المكلفة بقانون الانتخاب كل واحد بعده عم بيغني على ليليه، بس رافضين الستين. أكيد هذا الستين بعتقد لا رجوع، أنه ما رح يرجع الستين حتى لو وصلنا على الاستحقاق، بس في تيارات أخرى بدها الستين. إيه هلأ بهيدي على كله عم بيعمل حساباته بانتخابات رئيس الجمهورية. يعني اليوم لقلك اليوم القانون هو قانون النسبية اللي طرحه أول ما طرحه الرئيس سليمان. رئيس سليمان وبقدر اقول لك اللي نفذوا التيار الوطني الحر بانتخاباته الداخليه. نعم. كان ناجح وعطى مبادره نموذج وكانت الناس راضيه جدا، ومع انه ضمن البيت الواحد وضمن الحزب الواحد عم صغر وما صار في انتقادات، وصار في يمكن حتى هني يعني الانضباط بين وبين انه في نتائج صحيحه وكل واحد اخذ حقه اللي فات بثلاث اعضاء. فعلا بين الديمقراطيه بامتياز. صحيح. اليوم الدكتور حبيب فياض شقيق النائب علي فياض بيقول ليس علينا فقط أن نأتي برئيس، يعني طبعا معايير القوة، رئيس قوي رئيس مسيحي قوي، ولكن إذا اضطررنا أن نعطيهم امتيازات حتى لا يفكروا يهاجروا لبنان. طب شو رأيك بهالكلام؟ يعني مشكور وحقيقة. هاي نحن لقلك نحن يعني نحن الخلافات المسيحية الداخلية كلفت كتير، من هجرة من شهداء من 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 والحرب كمان الحرب بس كلفتنا كتير. نعم. اليوم لا بقدر اقول لك انه نحن عند ما بصير في انتخاب رئيس جمهورية المسيحيين بلبنان مع الاتفاق اللي حصل رح يكون وضعهم غير قبل، ورئيس جمهورية رح يحكم. كل عمرهم الحزب الاقوى مسيحيا كان حزب الكتائب، يبقى الشيخ بيير جميل مرشح رئيس الجمهورية ولكن ما يصال، بس عندما ينتخب رئيس جمهورية يعتبر حزبه هو حزب الرئيس. هيدا اللي بس كانت الصلاحيات اقوى لو الصلاحيات هيدا لو صارت مع الرئيس سليمان، تعاطوا الفرقاء المسيحيين مع الرئيس سليمان كان عهده كمان اعطى اكثر، بس بالعكس اكثر شيء حارب الرئيس سليمان هن الاحزاب. يعني وقت خفت الصلاحيات لازم كمان يكون فيه هن. هلا بقول لك انه لا اليوم مثل ما مبين انه في وعي بالعمليه، مين ما رح يجي على السلطه رح الاحزاب المسيحيه توقف حده، لانه نحن اصبح وضعنا ضروري نكون حد الرئيس لنحصل على امور بحق لنا فيها، حتى امور الادارات يعني كان وزير الفرنجيه او 100% او دكتور جعجع او الرئيس. نحن بقدر اقول لك انه نحن تغيبنا على الدوله فتره كتير طويله، الرجوع الا لو كان ببطء ولكن هيدا شغله اساسيه. هل تنعكس يعني الوضع الاقتصادي والتجاري هل ينعكس كمان انه بعد هالسلسله لو كانت خطوه داخليه بتلاقي انه في تحريك مثلا ان كان بالمناطق اللي موجودين فيها او المناطق الخارجيه؟ لبنان ما في شك انه لازم ما بيوقع. بس ما في شك انه لا بده انتخاب رئيس جمهوريه لتبني على الشيء
صحيح وتبني ترجع مؤسسات والحركة. يعني بقدر اقول لك اليوم اي لحظة بصير انتخاب رئيس جمهورية اسعار الشقق والاراضي، عم بعطيك مثل، رح تتغير. اي لحظة رح ينتخب فيها رئيس جمهورية، طب وهالفقير المعطل رح يقدر يعيش؟ هلا يعني لأقول لك شغلة، اليوم كله هي دورة اقتصادية بدها تلقط بعضها. اللي بيصير الدورة الاقتصادية الصحيحة كل واحد يصل له حقه، اللي بيكون عم بيستثمر له حقه، واللي موظف رح يصل له حقه، بس بدك ترجع تبني على انتخاب رئيس جمهوري. ما فيك اليوم تكمل انسان بلا راس يعني، وهذا الشيء كان كتير مضر لكل اللبنانيين. طب كيف كان بثلاث رؤوس ماشي الدولة؟ ما كان، كيف في ترويكا يتفق عليها ايام الرئيس الهريوي الله يرحمه، او موجود بس انه لا، لانه بالطائف اجى تعاون، لا لك شغله، فصل السلطات وتعاون السلطات. كيف تعاون السلطات يا خيي؟ لا لك اليوم هيدا تركيبة لبنان، ونحن صرنا بالجو الإقليمي اللي صار صرنا شايفين حالنا بهالتركيبة، لأنه ولا ممكن إذا بدون يكملوا بدولة موحدة بالعراق بسوريا بأي دولة فيها صراعات كبيرة إلا ما يعملوا مثلنا. إيش نضحك على بعضنا؟ هلأ نحن ما كانت منيحة، بس ما نعمل مثلهم نحن يعني لا هن بعتقد أنه عندنا 18 طائفة وكتر خير الله لبنان نموذج فريد، هن رح يعملوا مثلنا، وإلا الفرز والتقسيم حتى نكون عم نحكي الحقيقة بدها تقسم المنطقة، وإلا بدون يحكموا بهالطريقة، وإلا الحروب رح تضل مكملة. الوزير السابق ميشيل سماحة اليوم كان في يعني بحسب الحكم الصادر بيقدر يكون يعني خارج السجن خارج الحبس، وبيقدر المحكمة تحاكمه حسب القانون 75 من القضاء 75. اليوم أجلوا الاستجواب للرابع من الشهر، أربع شباط. شو رأيك بسياق هذه القضية؟ ليك أول شيء الوزير سماحة يعني الحقيقة اللي الغلطة الكبيرة اللي ارتكبها لا يغتفر عليها، وخصوصا أنه الوزير سماحة ما عرف يتعاطى بخروجه من السجن بشكل اللي لازم يتعاطى فيه. يعني عندما أخلي سبيله، كان لازم الوزير سماحة يطلع بمؤتمر بأول شيء اعتذار من عائلته مرته وولاده، ويرجع من الشعب اللبناني عامة ويعتذر من ربنا ويطلب الغفران، لأنه هالمتفجرات اللي نقلها ما تفجرت وما قتلت ناس، كان كسب بعض العطف، لأنه وقت اللي بيصير يعترف الإنسان ويتراجع وجل من لا يخطئ بيصير أنه في إلا طلع العكس يتحدى. هل فوجئ بالإعلام هو؟ ما بعتقد فيه، لأنه كان الإعلام برا، هو سمح لهم ليفوتوا، ان كانوا ممنوع يفوتوا، هو سمح لهم ليفوتوا انه انا بدي ارجع اتعاطى سياسي وانتوا وسائل اعلام هيدي الامور. في ناس بعرف تخسر، في ناس ما بتعرف تخسر، كل الناس بتعرف تربح. بالمقابل بقدر اقول لك شغله على سياق الوزير سماحة، التباعد اللي صار بين رئيس جمهورية لبنان ورئيس جمهورية سوريا من وراء هيدي القصة تبع الوزير ميشيل سماحة، والسبب انه الرئيس سليمان سمع التسجيل كله وشاف المتفجرات وقرى التقارير، كانوا في تسجيلات مش بعدها مش مسموعة، لأنه هلأ بلش شوفوا اللبنانيين على التلفزيونات، هو الرئيس كلهم سمعون وشافون، ومن المرحوم اللواء الحسن ومن الوزير ريفي حطوا له كل التفاصيل قدامه. حكي مع الرئيس الأسد وقته؟ لا ما حكي، هو طلب من الرئيس الأسد أنه يوضح له، يمكن الرئيس الأسد كان تلفن له وقال له أنه هاي أمور أمنية أنا ما معي خبر فيها، كانت انحلت. بس انه وقت الرئيس سليمان طلب منه هيدا صار فيه، تعرف هون الرديدي بالبلد بلشوا انه كيف ماشي الحال، بس انه شو صار بين الرئيسين يعني؟ مثلا من وقتا ما عاد في اتصال من ورا هذه، من ورا هالقصة، لانه الرئيس سليمان دهش انه كيف معقولة وزير سابق بقرار من دولة يجوا يفجروا البلد. هلا يمكن انا بقدر اقول لك يمكن شغلة امنية بحت، يمكن الرئيس الاسد ما معه خبره، انا ما عم برر حدا، بس انه كان لازم هيك يصير، لانه لو صار العكس يمكن سمح الله كان رئيس سليمان طلب الرئيس الأسد قال له هاي شغلة أمنية نحن ما قلنا تعلق فيها لا الرئيسي ولا الوزارة ولا برأيك الفور. تصريح لواء جميل السيد اللي صار يعني غداتة إطلاق مزبوط، شو أول شيء تصريح أنا يعني بقدره كتير، أول شيء اعترف أنه كان يعني إيه الحقيقة أنه كان في متفاجئات بالعربية، بس بقدره لأنه في شهامة، هاي الحقيقة انه انا ما تركتهم لعائلته الا اللي مخرج من السجن، ولكن انا تصور انت كانت تنكمش السياره وفيها الوزير سماحة واللواء السيد، لو انكمش تنكمش اليد. لماذا صرح عن ذلك؟ انا صرح لانه شغله دهشته انه انا انت حطتني بالسياره معك ومستعملني لتنقل المتفجرات، تصور انه
شعبة المعلومات طلقت السيارة وفيها الوزير سميحة وجميل السيد. بس ما كان صار تحقيق، كان قالوا الناس انه لا الناقلين المتفجرات ان الوزير سميحة واللواء السيد. طيب سيد جاك الحكايم، بما انه وصلنا على الشق السوري، اليوم لاحظنا انه بعض الامور يعني عم بعد ال 25 شهر هذا انه يصير في مفاوضات لسوريا، يمكن راح تتاخر شوي، ولكن في توازي وفي توازن بالقوى بسوريا، لا بل انه الجيش السوري الحكومي بلش يتقدم اكثر والحدود تضبط اكثر. ما الذي يحصل ميدانيا وسياسيا في سوريا؟ انا بقدر اقول لك شغله للتاريخ القريب والصراعات والثورات اللي صارت بالدول العربيه. اولا اللي بيسقط النظام هني شغلتين، يا بيجي الجيش ورئيس الاركان بيبلغ الرئيس مثل ما صار مع الرئيس حسني مبارك انه انا ما قادر بقى رد الناس عن القصر وانت لازم تخلي البلد وتنتقل لغير منطقة وتترك الحكم تتنحى. هيدا رئيس الاركان ومديرية المخابرات والاجهزة العسكرية بتبلغ الرئيس، او مثل ليبيا بينعمل حظر جوي بيطلع الطيران الحلفاء بيقصف بيسقط النظام. هيدا بسوريا من 4 سنين لليوم ما صار، والارجح انه المطلوب بقاء الوضع مثل ما هو، توازن القوى، بيربحوا معركة بيربحوا معركة، ومن ما نستهين العملية الديموغرافية اللي صارت بالبيوسات يلي ساهم فيها لبنان، نقل مواطنين. هي بلشت أو كانت بس وحيدة فريدة؟ يمكن صارت من دون إعلام بمناطق، وصارت إفراديا كتير، ولكن صارت مع إعلام حتى تشجع غير مناطق تعمل هيك. كمان لأنه اليوم بقدر أقول لك أنه انتقلوا الشيعة والسنة كل هذا فريق اللي صار عمليا. هذا اللي صار عمليا. هالديموغرافيا بدها وقت، وتغيير الأرض والديموغرافيا هي ما بتصير بسرعة يعني. حتى هذا أحد أسباب إطالة 100%، لأنه مثل ما مبين أنه في تقسيم لسوريا، وإلا الوضع باقي مثل ما هو. سقوط النظام منه سهل، والنظام بين أنه قوي متجزر ونزل بالأرض، والجيش ما زال بعده متماسك. كل هودي اللي سمعناهم ماشي هلا، وبذات الوقت المعارضة منا سهلة وانقلبت أصولية. يعني اليوم فريق كتير كبير من إخواننا السنة هني رافضين هيدي المعارضة المسلحة الداعشية اللي طبعا. ولكن بي 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 يقال أنه ميدانيا على الحدود مع تركيا إذا في 600 أو 700 كيلومتر مثلا، بات يعني الجو أو السلاح الجو الروسي عم يضبط حركة نقل الأسلحة، وحتى عم يضرب بعض المصافي النفط اللي مسيطر عليها داعش. هل هي إنه هل هي إغراق روسيا بالحرب، أم إنه هذا الجزء سوف تهتم به روسيا لاحقا، والنفوذ الساحلي إلى حد ما يعني رح يكون نفوذ علوي روسي بالمنطقة. بيّنت الدولة الروسية استراتيجية من أكثر دول العالم مع احترامنا لباقي الدول العظمى، بيّنت أنه روسيا استراتيجية بتتدخل وقت لازم تتدخل، تضرب وقت لازم تضرب، بتحارب وقت لازم تحارب، وبتشوف مصالحها وبتشوف حلفائها. عكس أخواننا الأمريكان اللي هني بيشوفوا مصالحهم فقط لا غير، عند الاستحقاق ما بعود يطلعوا بمصالح يلي هن على تواصل معهم ومؤيدين سياستهم بالمنطقة. هذا شيء مبين وواضح وما بده فلسفة. الروس نازلين لحتى في أهداف واضحة. تبين إنه المنطقة فيها ثروات لا تعد ولا تحصى. ولبنان منهم كمان. ولبنان منهم. وهيدي المنطقة الروس ظهروا منها من زمان، رجعوا لها وما رح يطلعوا منها، ومش بالسهولة يطلعوا منها، وعم بيتقاسموا المنطقة هني وغير دول كمان عظمى أوروبية وأمريكانية. طب ولكن الحصة الكبيرة بعتقد رح تكون للروس. هلأ الروس يعني اللي بيستقبل الرئيس بوتين الرئيس الأسد بروسيا وبيعطيه هذا الدعم، بس استقبلوا منفردا يعني وحيدا استقبلوا يعني خلي اليوم أعطيني، لأنه اليوم دولة مثل روسيا عم تستقبل رئيس الأسد بهذا الظرف، مش عليمة متخلية عنه. إيران هل تتأثر بهذا الوضع؟ إيران اليوم صارت أول شيء صارت دولة غنية، وصارت أساسا هلا دولة 170 مليار ما بعرف دولة غنية وقادرة تتحرك، والأرجح إنه الإصلاحيين بإيران رح يكون لهم الدور، رح يكون لهم الدور الكبير اللي هي إنه عدم بعدهم عن الحرب، وهذا شغلة ضرورية وأساسية. كله متعلق بالعلاقات السعودية الخليجية الإيرانية،
كمان بعتقد رح يصير في صلحة كبيرة وتواصل، هذا رح يعطي مردود كتير إيجابي للبنان. برأيك آخر سؤال أستاذ جاك الحكيم، إسرائيل هل تفضل العلاقة الحسنة مع روسيا مع نفوذ روسي بالمنطقة الساحلية السورية على أن الولايات المتحدة أنه تجرب تحسم بحل معين وتؤدي إلى حل قضية فلسطين؟ أنت إذا بتراجع بتشوف أنه وزير رئيس الحكومة الإسرائيلية زار روسيا قبل ما روسيا تتدخل، والسبب أنه كان في اتفاق مع اليهود انه نحن ما جايين ندق بمصالحكم، ندق بمصالحكم، نحن جايين ولكن عدوا علي ما تتدخلوا بالله. اي بقى لما تشوف هيك بتشوف انه الروس يعرفوا يتعاطوا مع كل الناس. استاذ جاك الحكيم رئيس لجنة التجارة بغرفة بيروت وجبل لبنان، نحن بنشكرك من تلفزيون لبنان. شكرا مشاهدينا الكرام، نشكركم وبعد دقائق ونشرة الاخبار.